اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. حلقه النهارده حلقه دايت، طلبتوها كذا مره والنهارده هنقدم لكم وصفات حلوه جدا. يعني انا لو قلت لكم المنيو مش هتتخيلوا ان هو منيو للدايت. اول حاجه هنبتديها مكرونه بخلطه البيتزا. مكرونه حلوه ولذيذه، سعراتها قليله وهنعملها بطريقه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه هنقول المقادير بتاعتها. هستعمل نص كيس مكرونه مسلوقه 250 جرام، يعني الكيس 500 هاخد 250 جرام. انا بصوا هحط بس البصل والثوم بتاع الصلصه عشان اختصارا للوقت، هشوحهم بس يطروا على ما نقول المقادير. يبقى 250 جرام مكرونه مسلوقه، اي نوع مكرونه انتوا بتحبوه هنسلق المكرونه دي. هستعمل حبتين فلفل الوان، يعني واحده صفرا مثلا واحده حمراء مكعبات، حبتين فلفل رومي شرايح دايره، يعني هقطعها دواير الفلفل الرومي الاخضر. هستعمل ربع كوبايه زيتون شرايح، صدرين فراخ مسلوقين او 300 جرام لحمه معصجه، يعني انا ممكن اعملها بالفراخ او باللحمه المعصجه، دي او دي. انا النهارده هستعمل اللحمه المعصجه. هستعمل بصلتين مكعبات كبار، كوبايه مشروم، معلقه صغيره ثوم مهروس، معلقه كبيره اوريجانو او زعتر طبعا اللي موجوده عندك، نص معلقه صغيره روزميري، حلقات طماطم، يعني الطماطم تبقى مدوره دواير عشان ازوق بيها في الاخر المكرونه، كوبايه ونص موتزاريلا مبشوره. طبعا لو لقيتي الموتزاريلا القليله الدسم هتبقى افضل كتير. الصوص بقى بتاعها بصله واربع فصوص ثوم، اربع حبات طماطم مبشورين، معلقه صغيره زعتر ومعلقه كبيره صلصه. يبقى بصلايه، اربع فصوص ثوم اللي انا ايه شوحتهم اهم، بصلايه مع اربع فصوص ثوم، اربع حبات طماطم مبشوره، معلقه صغيره زعتر ومعلقه كبيره صلصه. اول حاجه بعمل الصوص بتاعها ان انا بشوح البصل والثوم لغايه بصوا ما ريحتهم تصفر كويس قوي، بعدين هحط لهم الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطماطم يا اما تبشريها يا اما تضربيها في الكيتشن ماشين من غير ميه، يا ما تزوديلهاش ميه، هي ميتها بس اللي تبقى موجوده. ادي الطماطم وادي الصلصه، انا مش عايزاها تغلي كتير، يعني دقيقتين ثلاثه لان هي اوريدي هتخش معاها الفرن تغلي. وادي الزعتر او الاوريجانو اللي انت عايزاه تستعمليه حسب الطعم اللي انت بتحبيه. اوكي ادي الصلصه. هبتدي بقى اعمل المكرونه نفسها. هجيب بوله كبيره هخلط فيها اللحمه المعصجه مع المكرونه المسلوقه. انا استعملت هنا مكرونه بنه مسلوقه. اللحمة والخضار كتير ليه؟ علشان في الرجيم ما تاكليش مكرونة كتيرة، انت مسموح لك في الدايت بخمس معالق مكرونة مسلوقة. طبعا لو الدكتور بتاعك قالك غير كده خلاص اوكي، بس العادي انه بيبقى خمس معالق مكرونة مسلوقة. فانا لما بحط خضار كتير هقدر اخد اكتر، يعني مش هتبقى مكرونة سك، دي هيبقى فيها خضار كتير. فانا بحط الفلفل الملون، المشروم، البصل اهو، وهحط بقى الزعتر وشويه روزميري لو بحب طعمه، ما بحبش طعمه ممكن استغنى عنه في الوصفه دي، بس هو بيدي طعم حلو. هخلي بقى الطماطم والفلفل الترانشات والزيتون للاخر، والموتزاريلا طبعا عشان الوش كده اهو. انا بقلبهم بص كلهم مع بعض. ادي الصلصه خلاص انا مش عايزاها اتخن من كده، ده الشكل اللي انا عايزاه للصوص بتاع الطماطم. بصوا اهي ده تخنها، مش عايزاها ناشفه، مش عايزاها تتسبك، هي دقيقتين غليت على النار خلاص كده كفايه بالنسبه لي. هحطها بقى عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزاها مكرونه حمراء حمراء، لا انا عايزه بصوا تلات ارباع الصلصه، هسيب شويه كده اهو اهي. يبقى انا خلطت المكرونه مع الفلفل والبصل والمشروم واللحمه المعصجه او صدور الفراخ لو انا هستعمل صدور فراخ. على فكره الوصفات بتاعت النهارده دي كانت مكتوبه في الدايت بتاع الدين والحياه اللي هو كان اول امبارح بتاع دكتور ماجد زيتون، وانا قلت لكم قدر الامكان هحاول ان الوصفات اللي بكتبها في الرجيم اعملها لكم لما نعمل حلقه دايت. هنجيب الطاجن اللي هنحط فيه المكرونه كده اهو. بسم الله اديني حطيتها.
ممكن بقى احط معاها رشه ملح، ان احنا نسينا نحط معاها ملح خالص ونسينا نحط ملح في الصلصه، فهنقلبها تاني بقى عشان الملح كده اهو. بعدين هجيب بقيه الصلصه اللي فضلت عندي، يعني حاجه بسيطه كده، اوزعها على الوش بتاع المكرونه. الوجبه دي حلوه، سعراتها بسيطه، الولاد بيحبوا المكرونه، هتخليهم ياكلوا خضار وهتشبع لان هي فيها خضار والياف كتير. هحط الجبنه الموتزاريلا برضو، هسيب شويه لغايه لما ارص بقيه الحاجه. بصوا اهو، بعدين هجيب بقى ترانشات طماطم وهحطها كده اهو، كاني بعمل بيتزا ترانشات على الوش، وادي الفلفل الرومي برضو الترانشات على الوش. انا سايبه شويه موتزاريلا، هحط شويه تانيين كمان فوقيها. خدوا بالكم ان الطبق ده كبير، يكفي عيله كامله يعني كده اهو اهو. واجي بقى بقيه الموتزاريلا علشان تتغطى يعني الطماطم شويه، يعني متبقاش ظاهره كومبليتلي كده اهو اهو. واجيب بقى اخر حاجه الزيتون احطه على الوش عشان لما تسيح يبقى شكلها تحفه. ادخلها الفرن، مجرد ان هي تسيح خلاص هي كل حاجه فيها مستويه، اطلعها اقدمها يا عبير. الو الو، ايوه عبير، اوكي بحبك قوي، كنت بتفرج عليك كل يوم. ميرسي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا. انا كنت اسلم عليكي. ميرسي يا قمر، مش عايزاني اقول لك على حاجه؟ لا شكرا، انا بحبك قوي بتفرج عليك كل يوم. ميرسي يا حبيبه قلبي، ميرسي، تسلمي لي كده اهو. بصوا اهي، هدخلها الفرن تسيح الجبنه، يبقى هي كده خلصت معانا الوصفه، وهنوريها لكم بقى بعد الفاصل لما تطلع من الفرن هيبقى شكلها ايه. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. طلعت من الفرن، شوفوا شكلها حلو ازاي، يفتح النفس اصلا من غير حاجه، وسعراتها قليله وزي ما قلت لكم مفيده ومشبعه للناس اللي بتعمل دايت. هنعمل دلوقتي صنف تاني قالب اللحم المفروم، صنف من اللحمه بستعمل فيه لحمه مفرومه وبستعمل فيه مكونات تانيه، برده حلو جدا ومغذي جدا وسعراته قليله. ممكن اقدم جنبيه رز، ممكن اقدم جنبيه بطاطس مشويه، ممكن اقدم جنبيه مكرونه مسلوقه، وات ايفر الدكتور هيكتب لي ايه او انا عامله ايه في الرجيم بتاعي. بس هي احلى حاجه ليه لو للشخص حبايه بطاطس مسلوقه، ممكن اعملها بنقطه زيت زيتون وشويه اعشاب واحطها في الفرن تتحمص، واقدمها مع ترانشايه من القالب اللحم اللي هنعمله دلوقتي. هستعمل نص كيلو لحمه حمراء مفرومه، هستعمل بصلتين، حبتين فلفل رومي، قرن فلفل حراق، وبيضتين، كوبايه شوفان. الشوفان ده مهم قوي يا جماعه، اولا ليه قيمه غذائيه فظيعه، غير ان هو الالياف اللي فيه بتخليني اشبع، بيخليني احس بالشبع لفتره طويله. 4 معالق صويا صوص، 3 معالق بقدونس، معلقه صغيره اوريجانو، 5 معالق كاتشب، و4 فصوص توم. خدوا بالكم معلقه الكاتشب ما بتوصلش 25 سعر حراري، وانا هستعملها على القالب كله 5 معالق. القالب ده كله ما شاء الله، يعني انا ممكن اقطعه ل10 قطع تتوزع على افراد العيله. للوش عشان ادهن القالب ده، بصوا لو انا ماشيه على دايت مش هدهن وش القالب ده، لو انا عايزه وزني يثبت مش عايزه اتخن، يعني عايزه اعمله بطريقه صحيه ومش عايزه اتخن، بس احط اللي هي الصوص اللي انا هحطه على الوش ده. لكن لو انا ماشيه على رجيم 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 ما احطش التتبيله او الصوص بتاع الوش ده. عباره عن 2 معالق سكر بني، 3 معالق كاتشب او 2 معالق كاتشب كبار، 3 معالق مستردة، معلقه صغيره صلصه، ونص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه صغيره فلفل اسود. يبقى الصوص بتاع الوش
عندي معلقتين كبار سكر بني، معلقتين كبار كاتشب، 3 معالق مستردة، معلقة صغيرة صلصة، نص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. اوكي نبتدي بقى نعمل القالب ده. انا بقى هوريكم حاجة حلوة قوي انا جايباها علشان استعمل فيها الوصفة دي، وهي القالب ده يا ايمان. يا ايمان مدام ايمان، عايزه اشتري فلفل. مدام معاكي ايمان، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه اشتري. نعم. الكيلو. لا بصي الصوت بيقطع معايا. عايزه ايه؟ عجينة العيش الفينو تاني من عينيا. هقول لك عجينة العيش الفينو تاني النهارده ان شاء الله. انا القالب ده اللي هو قالب التوست، بصوا اتنين. ليه؟ بصوا ده فيه خروم علشان ينزل لي اي دهون زياده، عشان لما اخبز فيه اي لحوم الدهون الزياده تنزل لي تحت في الصينيه دي. انا بحط ده جوه ده وبحط فيه رغيف اللحمه، اي دهون زياده هتنزل تحت. اوكي؟ لو انا ما عنديش القالب ده وهستعمل قالب توست عادي او صينيه مدوره عادي، اول ما بطلعه من الفرن بمسكه من فوق وبنزل اي دهون زياده منه. اصل مهما كانت اللحمه حمراء لازم لو اتشوت في الفرن هتنزل لك كميه من الدهون. فانت بتسنديه وهو طالع سخن علشان قبل ما الدهون تلزق فيها وتشربها اللحمه تاني هنزل اي دهون منها. ده في حاله ان انا ما عنديش القالب ده. اوكي؟ هعمل ايه؟ هخلط اللحمه. ماشي اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه، الفلفل، فلفل الرومي، بطاطا صغير علشان ما يبانش فيها، وادي البصل. ممكن ابشر البصل، ممكن اعمل الفلفل في الكبه علشان انا عايزاه يمسك كله في بعض. هحط كوبايه الشوفان، كوبايه شوفان عادي ابيض عادي، بصوا اهو مش مطحون ولا ناعم، كوبايه شوفان عاديه خالص مش هيبان. ادي الثوم، الزعتر اللي هو الاوريجانو، والفلفل الحراق، وادي الصويا صوص 4 معالق، وادي الكاتشب. ميزه الوصفه دي المقادير دي انه بيطلع في الاخر طري كده من جوه اللحمه جوسي، ما تبقاش ناشفه، هتلاقيها طريه معاكي. وهحط فيه بيضتين. اوكي انا هقلبهم في بعض واتاكد كويس جدا ان ايه المكونات اختلطت مع بعضها كويس قوي. خلاص كده اهو، نحط برضو رشة ملح بسيطة علشان الصويا صوص فيه ملح اهو. كده اهو، بحيث المكونات كلها تخش مع بعضها، وبدخله الفرن حرارة 160، يعني فرن هادي عشان اضمن ان هو استوى من جوه علشان ما يتحرقش من بره ويفضل من جوه ني. بياخد له حوالي ساعة وربع في الفرن مش اكتر، لغاية لما يستوي كويس كده اهو. وهجيب القالب بتاعي وهحط فيه. ممكن اعمله في صينية مفرودة واعمل اكور اللحمه بايدي كده على شكل رغيف، مش مشكله، ما هو اصلا اسمه ميت لوف يعني رغيف اللحمه، يعني مش لازم اعمل قالب توست. لو انا ما عنديش قالب توست انا ممكن احطه في صينيه عاديه واشكله بايدي كده زي الرغيف، ما اقفش يعني عند النقطه دي. بصوا كده اهو، اضغط عليه كويس وبعدين هعمل الصوص بتاع الوش، لاني هخلط كل الحاجة مع بعضها. لا انا عايزة السباتشولا الصغننة. ايوه ادي المستردة بتدي مزازة حلوة، بصوا عشان الجوانتي. ايوه وادي الكاتشب، صلصة، معلقتين السكر البني، ما تقلقوش من السكر خالص في الاكل خالص، هيدي طعم حلو جدا. واجي الفلفل الاسود
وبعدين بقى ايه كده اهو، وبالفرشه اروح دهنه بتلتين الكميه تقريبا الوش. هسيب التلت بتاع الكميه اللي فاضل علشان لما الرغيف يستوي ويطلع ادهنها بيه. اوكي كده اهو، احط تلتين الكميه بس عليه، ادهنها بيه كويس قوي، ما بغطيهوش، بدخله الفرن زي ما هو كده اهو على درجه 160 لغايه لما يستوي معايا، وبطلعه بقطعه بقدمه زي ما قلت لكم. احلى حاجه بتبقى معاه البطاطس المشويه في الفرن، يعني هو في الفرن كده ممكن اقطع بطاطس احط لها زيت زيتون وتوم وشويه زعتر واحطها جنبه. الساعه وربع دي كافيه جدا ان هي تستوي البطاطس بدل ما هي مش مسلوقه، لكن لو انا سلقاها مش هتاخد في الفرن 10 دقايق ربع ساعه. كده اهو هيخش. بس انا عايزه اوريكم حاجه قبل ما اطلع لفاصل، ده القالب اللي انا عاملاه، هوريكم من جوه بقى. بصوا الدهون قد ايه، دي الدهون اللي نزلت لي اهي، بصوا كميتها قد ايه، دي نزلت من اللحمه، مع ان اللحمه حمراء، فاخد بالي كويس جدا وانا بتعامل مع اللحوم ان اللحمه الحمراء فيها دسم في الالياف بتاعتها، علشان كده اهو لما بستعملها في الفرن على طول اول ما بتطلع بروح قلباه سنده طبعا علشان ما يبص مني، واصفي الده قبل ما ادهنه بالبقيه الصوص تاني على الوش. دلوقتي احنا ممكن نروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. ده شكل رغيف اللحم اللي هو الميت لوف او قالب اللحمه المفرومه زي ما تحبوا تسموه. مش عايزه اقول لكم بيبقى على السفره شكله حلو قوي، طعمه حلو جدا، ومحدش يتخيل ان هو ما فيهوش سعرات كتير، لان انت خدي بالك انت كل اللي حطاه مع اللحمه عباره عن حبوب وخضار، ما فيش اي نوع دهون احنا مزودينها، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، حاطينه في الفرن. بالعكس ده احنا منزلين الدهون الموجوده في اللحمه كانها كفته مشويه. هنعمل دلوقتي صنف، انتوا طلبتوا مننا كتير نعمل حاجات مقرمشات وحاجات بسكوتات او سريزونات للدايت. انا هعمل النهارده بريد ستيكس اللي هي اصابع الخبز، صوابع من العيش ناشف شويه بين البقسماط والعيش، يعني بيبقى فيها حبوب كتير طعمها حلو، ممكن اخدها كسناك بين الوجبات، بس طبعا مش هاخد منها كتير قوي، يعني هي مسموح لي مثلا بين الوجبات قولوا بخمسه، او ممكن اخدها بدل العيش، بدل العيش البلدي اللي انا هفطر فيه في الفطار مثلا، ممكن ابدلها. وصفه حلوه وسهله جدا وهتعجبكم جدا ان شاء الله. المقادير بتاعتنا 200 جرام دقيق كامل، دقيق كامل يعني دقيق مطحون مش بدقيق بالرده. الفرق بين الدقيق الكامل والدقيق بالرده ان الدقيق الكامل القمحه كلها، حبه القمح كلها بالقشره بالحاجات اللي جواها بتطحن، لكن الدقيق الاسمر اللي بالرده عباره عن دقيق ابيض مضاف له رده، فاحنا لما نيجي نشتري لازم يبقى مكتوب عليه دقيق كامل. 200 جرام دقيق كامل، 50 جرام دقيق عادي ابيض، معلقه صغيره ملح، معلقات الملح تبقى ممسوحه ما تبقاش عاليه عشان ما يبقاش مالح معاكي، معلقه صغيره عاديه سكر، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقتين كبار سمسم، لو حمصتي السمسم هيبقى احلى يعني هيديك نتيجه احلى، معلقه كبيره حبه بركه، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره كمون حب، حوالي 150 ملي ميه دافيه. زي ما هتاخد العجينه معاكي ما تحطيش الميه كلها مره واحده، حطي نصها وزودي لغايه لما تتكون معاكي عجينه طريه وسلسه. وهستعمل نص كوبايه سميد علشان افرد بيها العجينه. يبقى 200 جرام دقيق كامل، 50 جرام دقيق ابيض، معلقه صغيره ملح ممسوحه ما تبقاش المعلقه كتير، يعني شويه ملح صغيرين عشان ما يبقاش مالح، معلقه صغيره سكر، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقتين كبار سمسم يا ريت يكون متحمص، معلقه كبيره حبه البركه، ومعلقه كبيره زعتر، الزعتر سواء اوريجانو او دقه اللي انت عايزاه، معلقه كبيره حبه البركه، معلقه كبيره كمون حب مش مطحون يعني، و150 ملي ميه دافيه او حسب الحاجه هتحتاجي ميه قد ايه، ونص كوبايه سميد اللي هو السيمولينا بتاع البسبوسه علشان افرد بيه. اول حاجه هخلط كل المكونات الجافه مع بعضها، ادي ال 200 جرام الدقيق الكامل، هحط معاها ال 50 جرام الدقيق الابيض، السمسم متحمص التحميص هتديله طعم احلى. على فكره انتوا لو ما بتحبوش حبه البركه والزعتر والحاجات دي ممكن تحطوا صنف واحد بس مش هيغير. معانا ايه؟
ايوه مساء الخير. مساء النور، ازيك حضرتك؟ ازاي حضرتك يا مدام؟ الحمد لله حبيبتي. انا عشان وقتك بس هختصر معاكي. انا عارفه طريقه عجينه البيتزا، بس في حاجه، الخميره، معلقه الخميره اللي نحطها، الخميره اللي هي من عند الفرن ولا الخميره الجاهزه دي؟ بصي انا بحب الخميره الفوريه في البيتزا، بستعمل دايما الخميره الفوريه فيها. في ناس بتستعمل خميره البيره، بس هتديكي الخميره الفوريه نتيجه احسن منها. بصي احنا قريب قوي الاسبوع الجاي اللي بعده ان شاء الله عندنا حلقه كامله عن البيتزا، هنعمل بيتزا رفيعه والتخينه، هنعمل حاجات كتير جدا، استنينا فيها بقى ان شاء الله. وادي الملح والسكر، ادي السكر، وادي الكمون الحب، هحط بقى معلقتين زيت الزيتون، معلقتين كبار، بسم الله الرحمن الرحيم. اجي معلقه واجي معلقه، هبتدي اشغل الخلاط الاول على العجينه، او ابصهم بايدي مع بعض، وبعد كده اهو هزود لهم الميه شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي في الغالب هتاخد الميه كلها هنا اهو. كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني، في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق ما بياخدش ميه كتير، فعلشان ما تبقاش ملزقه معاكي. انا عايزه بس الم العجينه كلها عشان الكميه مش كبيره. يا مدام احلام، ازيك يا ستي؟ مدام احلام، تسلم ايديكي. وايديكي. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ تسلم ايديكي على الحاجات الجميله. وايديكي يا حبيبتي، ميرسي. وعايزه اخدي بنتي تهنئه بمناسبه عيد ميلادها ايناس في النمسا. كل سنه وهي طيبه. تقول لها طاجن الفريك في عينيا، عشان هي تعمله ان شاء الله. من عينيا، من عينيا حبيبتي. اهي العجينه لسه ناشفه، هحط لها الميه اللي فاضله. على فكره كمان انا عايزه اقول لكم ان كل الوصفات بتاعتي بتبقى موجوده على صفحه الفيسبوك كلها، والحلقات يا مدام ياسمين. مدام ياسمين؟ ايوه. ايوه حبيبتي، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا نور؟ الحمد لله يا قمر. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام. انا متابعه البرنامج بتاع حضرتك قوي واكلاتك الجميله. ميرسي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. بالنسبه بس للمكرونه اللي حضرتك عملتها من شويه، بتاعت حضرتك ازاي تاني؟ عينيا، هعدها لك من اول وجديد، من عينيا. اهي العجينه، انا على ما افرد بس السميد هغليها تاجن سنه. هعمل ايه بقى؟ هجيب نص كوبايه السميد، افردها على السطح اللي انا هستعمله، يعني لو على الرخامه او على صينيه اللي انا هفرد عليها اصابع الخبز دي، هحط عليها السميد. ليه؟ لسببين. اول حاجه هيديني قرمشه حلوه بحيث تبقى طريه من جوه، مقرمش من بره. تانيا هيسهل لي عمليه الفرد والتقطيع. بصوا يجي العجينة كده اهو، يبقى جت من ناحيتين اهي بالسميد، علشان يبقى فردها سهل بالنسبة لي. اوكي، بالراحه خالص هفردها، وبعد كده اهو هبتدي اقطعها شرايط، والشرايط دي هلفها بايدي، يعني تبقى عامله زي القلم الرصاص كده مثلا، واحطها في صينيه الفرن. احاول اعملها الاول مستطيل. انا دلوقتي بالسكينه كده هشيل الزيادة علشان تبقى كلها تقريبا طول واحد. اوكي كده اهو، واقطعها حوالي 2 سنتي كده اهو.
وابتدي اعمل ايه؟ ابتدي الفه او الفه كده اهو زي ما انت عايزه. المهم يتلف معاكي زي القلم الرصاص، يبقى ملفوف كده اهو اهي. اوكي هحطه هنا اهو. يا منى. ايوه حبيبتي. ممكن تعملي مقادير العيش الفينو على التلفزيون؟ عيني من عيني حبيبه قلبي، حالا هخلص دي واقول لك العيش الفينو حالا. اجي تاني واحده. احنا عملنا حلقه الاسبوع اللي فات عن المدارس يا محمد، حلقتين الاسبوع فكروا عن المدارس كده اهو. واجي تانيه هسيبهم بقى على الصينيه حوالي تلت ساعه علشان يخمروا، وبعدين هدخلهم الفرن. الفرن يبقى 210 دقايق، يعني مش هياخد اكتر من 10 دقايق. لو انا عايزاه ناشف مقرمش هسيبه 3 دقايق زياده، يعني 13 دقيقه لغايه ربع ساعه بالكتير علشان يبقى ناشف عشان ما يتحرقش منك. خلاص لو انا عايزاه طري، لان هو ده عيش مش بقسماط، ده عيش. يا مدام ناني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. تسلم ايديكي على كل التمرين. وايديكي يا وربنا يبارك فيكي يا رب. الله يخليك. واقول ايه، شياكه واناقه في الكلام وفي الاسلوب وفي اللبس وفي كل حاجه. ميرسي يا ما تسلميني. ربنا يخليكي. انا بس عايزه اسال حضرتك، المعجنات اللي حضرتك عملتيها دلوقتي فيها خميره ولا ما فيهاش اي نوع من الخميره؟ لا ما فيهاش خميره. ما فيهاش خميره خالص. مفيش. طب ممكن المقادير تاني لو سمحتي؟ خلاص هقولك المقادير تاني. هنقول مقادير المكرونه وهنقول مقادير العيش. زي ما قلنا هندخله 200 فرن 200 لمده 10 دقائق. خلاص قبل ما اطلع فاصل انا عايزه اقول بقى بس العيش الفينو عشان ايه لو الحلقه جريت بينا. هو انا عملت بيه يوم الحلقه دي، عملت عيش برجر مدور وعملت عيش فينو طويل عادي ده وده. هستعمل 2.5 دقيق، 3 معالق لبن بودره، معلقه صغيره ملح، معلقتين صغيرين سكر ناعم، معلقه كبيره خميره فوريه، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، ومعلقه زبده طريه. تاني 2.5 دقيق، هستعمل معاهم 3 معالق لبن بودره. ده مش مقادير اللي احنا بنستعمله، ده مقادير العيش الفينو اللي عملناه عشان ما تتلخبطوش. 3 معالق لبن بودره، معلقه صغيره ملح، معلقتين صغيرين سكر ناعم، معلقه كبيره خميره فوريه، وربع معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، معلقه زبده طريه. بضرب كل المقادير ما عدا الزبده في الخلاط العجانه او بعجنها بايدي. وزي ما قلنا برده الميه ما نحطهاش كلها غير لما اشوف العجينه بقت ازاي معايا. بعد ما تتعجن العجينه بروح اطلع معلقه الزبده واخدها عجنه تانية، بحيث ايه الزبده في الاخر تتغلف العجينه. اوكي بعدين بسيبها تخمر، بقطعها بعد ما تخمر ساعه، يعني انا بسيبها اول حاجه ساعه تخمر، بعدين بقطعها دواير او طويله واسيبها في الصينيه لغايه لما يتضاعف حجمها تاني، بدخلها الفرن. قبل ما ادخلها الفرن بدهنها بمعلقه لبن فيها رشه نسكافيه بسيطه او رشه بن بسيطه او صفار بيضه اللي انت عايزاه. ممكن كمان تستعملي معلقه لبن عليها معلقه لبن بودره، يعني لبن مع لبن البودره هيدي برده نتيجه هايله لوش المعجنات، بيديكي لون ذهبي حلو. ده العيش الفينو. وادي عملنا اصابع الخبز. احنا ممكن نروح لفاصل دلوقتي ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. لكم من جديد. دي اصابع العيش، يعني ده الايس كريم اللي احنا هنعمله دلوقتي، احنا بس طلعناه عشان مفيش فاصل تاني. هنعمل فروزن يوجورت. طبعا هو اسعاره بره خرافيه، انا عارفه ان اسعاره فظيعه، سهل جدا ومفيش اي حاجه. هيعمل لك ايس كريم حلو، وصفه جميله وسهله، سعراتها قليله، الواحده 140 كالوري، يعني اعجاز. هنقول المقادير بتاعتي. هستعمل نص كيلو فراوله مجمده. طبعا انت فاكره الفراوله اللي احنا اتكلمنا قبل كده ايام الفراوله ان احنا هنخزنها في الفريزر. ما خزنتيش في الفريزر ممكن تشتريها مجمده جاهزه، في السوق دلوقتي فراوله فروزن في اكياس بتتباع مجمده. هستعمل نص كيلو فراوله مجمده، هضربها واستعملها وهي مجمده، يعني او نص تجميد، مش هخليها تفك خالص واستعملها. هستعمل نص كوبايه سكر فاكهه، 250 جرام زبادي، حوالي علبتين صغيرين،
ومعلقه عصير ليمون. مقاديرها بسيطه جدا، نص كيلو فراوله مجمده، نص كوبايه سكر فاكهه، 250 جرام زبادي، حوالي علبتين صغيرين او اكتر شويه بسيطه، ومعلقه عصير ليمون. هعمل ايه؟ هحط اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الفراوله مع السكر. السكر كل ما كان ناعم كل ما كان احسن، عشان ما يدينيش حبيبات في الايس كريم. خلاص اهي، بسم الله، بضربها انا عشان كده عايزاها مجمده علشان تفضل تخينه سميكه، ما تبقاش سايله. اوكي، ادي الفراوله. وبعدين هعمل ايه؟ هحط عليها عصير الليمون والزبادي. سهله جدا يعني، ما فيهاش حاجه خالص. وادي الزبادي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هروح ضربهم تاني مع بعض. كده بقى عندي فروزن يوجرت، وصفه حلوه، سعراتها قليله خصوصا للاطفال اللي وزنهم كتير، عشان ناس كتير سالوني في حلقه سندوتشات المدارس ان ما تنفعش للاطفال السمان، دي بقى تنفع للاطفال. المولز او القوالب بتاعه الايس كريم دي موجوده في كل حته، سواء دي او دي، يعني احنا هنعمل اللي هي شكلها كده اهو، او اللي هي الستيك اللي بالعصايه، الاثنين موجودين في السوق ومليانين. انا جبتهم من معرض النادي، طبعا اكيد كل نوادي مصر فيها الحاجات دي. بروح حاطه ايدي الايس كريم كده اهو. السيليكون اسهل لكم في انكم تطلعوها، يعني لما تلاقوا قوالب سيليكون للايس كريم اسهل كتير جدا من البلاستيك، لانها ما بتحتاجش بقى ان انت ايه تحط لها ميه دافيه بسرعه علشان تفكيها. اوكي، ادي السيليكون، وادي ميرسي، وادي العاديه اهو، دي بتمسك الايس كريم في الكوبايه. فانا بعمل ايه؟ بروح جايبه كده اهو، واملاها على الاخر، لانها هقلبها بالمتشقلب فعلشان ما يبقاش فيه فراغ. اوكي، بسم الله، اهي بتتقفل كده اهو، خلاص واحطها. هعمل واحده ثانيه، بعدين بتتحط في الثلاجه في الفريزر طبعا لغايه لما تجمد خالص. عشان اطلعهم دول بعمل ايه؟ بجيب ميه سخنه، يعني اكتر من الدافيه بشويه بس ما تبقاش مغليه، واحط اغطسهم فيها ثواني كده اهو، وبعدين اروح فكاها. هتطلع معايا، ما تبقاش كتير في الميه علشان ما الاقيش الايس كريم ساح. خلاص، ادي الثانيه، وبعدين هطلعه هيبقى بالشكل ده عشان نلحق بس ايه نقول الحاجات اللي سالنا عليها. هيبقى سواء كده الستيك او الايس كريم. فروزن يوجورت سهل جدا زي ما قلت لكم، الواحده 140 كالوري، يعني ولا حاجه بالنسبه للايس كريم العادي. طبعا سعرها قليل، مش هتكلفك حاجه زي الناس طبعا بنشتريها من بره باسعار خرافيه. هنقول المكرونه بخلطه البيتزا اللي عملناها النهارده. هستعمل كيس، نص كيس مكرونه مسلوقه 250 جرام، يعني لو كيس 500 هاخد نصه، لو كيس 400 هاخد اكتر من نصه بشويه. هسلق المكرونه وهخلط معاها حبتين فلفل الوان مكعبات، هستعمل معاها برده يا اما صدرين فراخ مسلوقين متقطعين مكعبات، او 300 جرام لحمه معصجه. هستعمل بصلتين مكعبات، كوبايه مشروم، معلقه صغيره ثوم مهروس، معلقه كبيره اوريجانو، ونص معلقه صغيره روزميري. هقلبهم كلهم مع بعض واحطها في الطاجن. هحط على الوش بقى كوبايه ونص موتزاريلا مبشوره مع حلقات طماطم وحلقات فلفل اخضر، وهحط معاهم ربع كوبايه زيتون شرايح. انا سوري نسيت اقول لك الصوص، ان الصوص بعمله من بصلايه واربع فصوص ثوم، بشوحهم على النار لغايه لما يصفروا كويس قوي. هزود لها اربع حبات طماطم مبشوره، معلقه صغيره زعتر، معلقه كبيره صلصه. دي الصلصه اللي انا ثلاث ارباعها هقلبها مع المكرونه والخضار، والربع الباقي هحطه على الوش تحت الموتزاريلا. احنا نجيب بس دي كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما يقعوش، بس كده اهو. اوكي، يبقى دي المكرونه اللي احنا عملناها. معانا منال، يا منال. الو، صباح الخير يا منال. صباح النور يا حبيبتي. لو سمحت انا
كنت عايزه اسال على اصابع العيش اللي حضرتك عملتيها دي. هقولها لك تاني عينيا دي. المقادير والطريقه لو سمحت. اوكي من عينيا. اصابع العيش هجيب 200 جرام، 200 جرام دقيق كامل، مش دقيق بالرده، دقيق كامل بيكون افضل، لان القمحيه نفسها بتبقى مطحونه بجنين القمح بالقشره بتاعتها بكل حاجه، لكن الدقيق اللي بالرده هو دقيق ابيض متضاف له رده. يعني انت ممكن تعملي دقيق ده على فكره، ان انت تجيبي دقيق ابيض تحطي عليه رده، لكن لو انا عايزه اعمل دقيق القمح الكامل هضطر بقى اجيب جنين قمح واجيب رده واجيب حاجات كتير علشان اعمل الدقيق الكامل، فاشتري دقيق كامل. يبقى 200 جرام دقيق كامل هخلطهم ب 50 جرام دقيق عادي ابيض، معلقه صغيره ممسوحه ملح، معلقه صغيره مليانه سكر، معلقتين كبار زيت زيتون، ومعلقتين كبار سمسم يا ريت تكوني محمصاه، معلقه كبيره حبه البركه، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره كمون حب، هبصهم بمعلقتين الزيت، الحاجات دي كلها كل المقادير الجافه دي هقلبها بمعلقه الزيت، معلقتين الزيت سوري، وازود لهم 150 ملي ميه دافيه. انا هنا الوصفه العجينه اخذت معايا 150 ملي كلها، بس ممكن تحتاجي 120 ملي 130 ملي، خدي بالك، بس هي تقريبا في الغالب بتاخد دايما 150 ملي، بس احطهم شويه شويه لغايه ما تتكون عندي عجينه متماسكه. هجيب نص كوبايه سميد اللي هو بتاع السيمولينا اللي هو بتاع البسبوسه، هفردهم على الرخامه عندي واروح فرد عليها العجينه، هقطع العجينه دي شرايط حوالي 2 سم، بعدين الف كل شريطه زي القلم الرصاص او زي القلم، وافردهم على صينيه اللي هي هتخش الفرن، اسيبهم على الصينيه من 15 ل 20 دقيقه علشان يخمروا وادخلهم الفرن. الفرن هيكون درجه حراره 200 10 دقايق، لو انا عايزاهم مقرمشين هزودهم 3 دقايق كمان عشان يبقوا مقرمشين معاكي. خلاص كده هما، ما اقدرش اقول وصفات تانية؟ خلاص؟ طيب. معلش احنا بكره ممكن نقول الحاجات التانية اللي طلبت مننا. الوصفات كلها هتلاقوها على آية حسني دوت فيسبوك، على الفيسبوك، الحلقة كمان هتلاقوها. أي حاجة أنتوا عايزينها ممكن تسألوني عليها على الفيسبوك وأنا هجاوبكم، هديكم الوصفات، هيبقى أسهل من التواصل على التليفون كمان. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم بكره في حلقة جديدة، استنونا.